ايه بقى؟ ايه بقى يا زد تي ايه؟ ما عداش سنة على التليفون اكسون 30 الترا الا ونزلت زد تي ايه النهاردة او اليومين دول بالتليفون اكسون 40 الترا. قوة، اداء، وحش بمعنى الكلمة، كاميرات، احدث بروسيسور، شاشة قوية، وكل ده بسعر مناسب جدا للفئة المتوسطة. ابقوا معانا لاخر الحلقة ديت عشان تعرفوا السعر ومميزات مواصفات التليفون اللي معانا النهارده زد تي اي اكسون 40 الترا. ابقوا معانا. اعزائي المشاهدين، اجمل واروع جمهور في الدنيا دي كلها، اخباركم ايه وعاملين ايه؟ يا رب تبقوا في احسن حال وخير يا رب. اهلا بيكم في حلقة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. زد تي اي مصممة تضرب السوق بقوة في احدث اجهزة ليها بسعر بيناسب الفئة المتوسطة، تعمل عتاد قوي او تنتج عتاد وتليفون قوي وبسعر قليل جدا عن منافسيها اللي في السوق الموجودين، سواء في السوق العالمي او في السوق المحلي. وبستغرب جدا ان في مصر هنا ملهاش مكان وملهاش وجود، مع ان في ظل الغلو اللي احنا فيه لو زد تي اي اثبتت نفسها في مصر وباعت المنتجات بتاعتها هتلقى رواج جامد جدا في البيع، بالذات في السوق المصري، خصوصا ان السوق المصري سوق وحش كبير جدا ويستوعب كل فئات وكل براندات العالم كلها. التليفون اللي معانا النهارده زد تي اي اكسون 40 او 40 الترا، تليفون نازل السوق جديد، مواصفات فعلا اقل ما يقال عنها ان هي وحش. عتاد قوي جدا سواء في الشاشه وسواء في البروسيسور او سواء في الكاميرات او سواء حتى في البطاريه. ابقوا معانا وتابعونا لاخر الحلقه ديت عشان نعرف سعر التليفون واحنا بنستعرض مع بعضين المواصفات ومميزات التليفون اللي معانا النهارده. بس قبل ما ابتدي استعرض او اخش في التليفون واكمل فيه، مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش سبسكرايب، لايك، الشير، الكومنتس على الحلقة أو في أي حلقات تانية، وهنرد عليك على طول. أي استفسار عامة في التكنولوجيا هنرد عليكم في ساعتها. صندوق الوصف أو صندوق الديسكريبشن لأسفل الفيديو محطوط فيه لينكات من أمازون لمعدات استعملناها أو صحابي كانوا استعملوها وعليها أوفر اليومين دول، خشوا واشتروا الحاجات دي دعما للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة زد تي اي أكسون 40 ألترا. التليفون اعلن عنه في 9 مايو 2022 ونزل للسوق في اخر مايو من نفس السنة. ابعاد التليفون 163.2 في 73.5 في 8.4 ملم. التليفون دوت حجمه او وزنه 204 جرام. التليفون ده قابل انه ياخد شريحتين اتصال. شاشة التليفون من نوع الاموليد بقوة مليار لون، تردد 144 هرتز، يدعم الـ HDR 10 بلس، والنتس بتوصل ل 1500 نتس. مساحة الشاشة 6.8 انش، قوة استحواذ 93.1%، ريزوليوشن الشاشة 1116 في 2480 بكسل بقوة 400 بي بي اي. التليفون دوت هيجي عليه طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس من نوع الخامس، ومن الخلف نفسه برضو كورنينج جوريلا جلاس 5. الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل هيبقى اندرويد 12 مع الماي او اس 12. البروسيسور بتاعه هيبقى كوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الاول، الاعتمادية بتاعته 4 نانومتر، وزي ما احنا عارفين البروسيسور ده ثماني النواة او اوكتا كور. النواة القوية او الكاستم القوي فيها بقوة 3.00 جيجا هرتز كورتكس X2، ده المسمى بتاعها. التلات انوية المتوسطة بقوة 2.50 جيجا هرتز كورتكس A710، ده المسمى بتاعها. اما الاربع انوية الموفرة للطاقة فبقوة 1.80 جيجا هرتز كورتكس A510، وده المسمى بتاعها. الجي بي يو او وحدة الرسوميات ادرينو 730. للأسف التليفون ده ما بيدعمش تركيب كروت الميموري، ولكن ده لسبب بسيط جدا،
ان جايب ذاكره اقل حاجه فيها 256، اظن كفايه جدا. وفي منها بينزل ب 512 جيجا بايت، وفي منه هينزل بواحد تيرا بايت. الرامات هتبدا من 8 و12 جيجا بايت و16 جيجا بايت، دي مع الواحد تيرا. نوع الذاكره هيبقى من نوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للكاميرات، نقطه القوه في التليفون دوت، الثلاث كاميرات كل كاميرا منهم بقوه 64 ميجا بكسل، فعلا وحش في الكاميرات. غير ان الكاميرات مدعمه من شركه سوني، وبالتالي فان الكاميرات فعلا بكل المقاييس قويه، ومستنيين التليفون ده يتعمل عليه تيست عشان نشوف قوه كاميرته فعلا. الكاميرا الرئيسيه او الوايد او العريضه او الستاندرد هتبقى فتحه عدسه 1.6 بالدعم بي دي اف، ليزر اوتو فوكس واو اي اس. الكاميرا بريسكوب تليفوتو بتبقى 64 ميجا بكسل برضو، فتحه عدسه 3.5 بالدعم البي دي اف والاي او اي اس، و5 اوبتيكال زوم. الكاميرا الالترا وايد او الزاويه العريضه فتحه عدسه 2.4 بالدعم بي دي اف. التليفون مجهز بدول ال اي دي فلاش دول تون لونين، بيدعم تصوير بانوراما والاتش دي ار، والفيديو بيدعم لغايه 8 تصوير 8 كي وفريم 30 فريم بير سكند. اما الكاميرا السيلفي فدي المفاجاه، ان الكاميرا اندر ديسبلاي او ان هي تحت الشاشه في المنتصف في الاعلى، غير ان دقتها 16 ميجا بكسل وفتحه عدسه 2.0 من نوع العريض. ودي كاميرا اختبروها ولقوا ان التصوير بتاعها رائع، وان الوان الشاشه ما بتاثرش عليها. الكاميرا دي بتدعم تصوير اتش دي ار، وبتدعم تصوير فيديو 4 كيل بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، من نوع ستيريو من الاسفل ومن الاعلى سماعات. وبالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن فنازل بالنسبه للواي فاي باحدث حاجه لغايه فيرجن 6 اي، بالنسبه للبلوتوث 5.2، الجي بي اس موجود والان اف سي موجود، الراديو للاسف مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 3.1. بالنسبه للسنسورز زي اي تليفون او اي اعتاد موجود فيها كل السنسورز، بالنسبه للفينجر برينت او البصمه هتبقى تحت الشاشه. نيجي بالنسبه للبطاريه، 5000 ملي امبير ومعاه فاست شارجنج او شحن سريع 80 واط، بيشحن 100% في 35 دقيقه بالظبط، من نوع كويك تشارج 4 بلس، واليو اس بي باور ديليفري 3.0 مع بي بي اس. الالوان اللي هتنزل منه البلاك والجولد والسيلفر، والتسعير المبدئي بتاعه 700 يورو، يعني اول كاتيجوري منه ثمنه بالظبط قبل الجمارك وقبل الضرايب 14400 تقريبا، وده رقم قليل جدا على المميزات والمواصفات اللي نازل بيها التليفون اللي بينافس فيها اشرس تليفونات اللي موجوده في السوق فعلا. بعد طبعا الجمارك والضرايب هيوصل ممكن ل 16000، وده برضو رقم قليل جدا بالنسبه للتليفونات اللي وصلت ل 30000 جنيه لغايه دلوقتي. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب نكون وفينا الحلقه حقها وادينا لكم المعلومات اللي تحتاجوها للتليفون ده عشان اللي عايز يشتريه. وان شاء الله باذن الله لو نزل هنحاول نخاطب الشركه تبعت لنا فيرجن نعمل لها انبوكسنج وريفيو للتليفون. ما تنشناش زي كل مره السبسكرايب لايك الشير كومنت، ونرد عليكم على طول. بصوا اللينكات بتاعت امازون اللي في صندوق الوصف او صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو، لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن الاستماع، وسلام عليكم.